في 9 ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يصادف أيضا الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد التي تنظمها دولة قطر سنويا عبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وبالتعاون أيضا مع منظمة الأمم المتحدة. نعم أمين، هذه الجائزة هي مبادرة تشجيعية من قطر للأفراد والمؤسسات الذين يحاولون إنقاذ أوطانهم من الجريمة عبر ابتكار أساليب تعليمية أو تطبيقية من أجل عالم أفضل. هذا العام تم تنظيم هذا الاحتفال من مقر الأمم المتحدة في جنيف، وسنعرف أسماء الفائزين في هذا التقرير مع مراسلتنا وهيبة بوحلايس من جنيف. شهد مكتب الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف حفل تكريم الأفراد والمؤسسات من آسيا، أمريكا الشمالية وأوروبا ممن فازوا بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد لهذا العام، تزامنا مع التاريخ الذي حدد عالميا لمكافحة الفساد والجريمة. وقد أسست دولة قطر هذه الجائزة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بهدف نشر الوعي عالميا بأهمية محاربة هذه الظاهرة التي تضر المجتمعات وتعيق تطورها. وجاء الاحتفال أولا من خلال كشف النقاب عن النصب التذكاري الذي صممه الفنان العراقي أحمد البحراني في أحد الساحات المقابلة لمبنى الأمم المتحدة بجنيف. أتشرف أنه أكون جزء من هذه المناسبة الرائعة الكبيرة، وأتشرف أنه أنا أنتخب من قبل الجهة المنظمة لهذه المناسبة أن أكلف بشكل مباشر على تنفيذ جائزة. الفكرة كانت التقطناها مباشرة في أول لقاء كان مع سعادة الدكتور علي النائب العام في دولة قطر. من أول لقاء كان هو أشر بإيده، قال لي أريد نسوي شيء عن يعني أشر بإيده مباشرة ستوب كوربشن، قال لي بالضبط. فمن حركة إيده هذه يعني جت أحيانا العمل الفني ممكن بلحظة واحدة، هي مثل جدحة تيجي. قام بتسليم الجوائز سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الخاص لأمير دولة قطر، بالإضافة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر، والدكتور علي بن فطيس المري نائب عام دولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة. And this is your award. تم تسليم الجوائز التي عادت إلى كل من البروفيسور زيومي وونغ من الصين والبروفيسور توماس بيدي رايس من الولايات المتحدة، وكلاهما قدما أبحاثا علمية مهمة لمحاربة الفساد في دولهم. أما جائزة الابتكار لمكافحة الفساد فعادت للهند ولمؤسسي المنصة الإلكترونية أنا دفعت رشوة، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يتم التبليغ من خلاله عن المفسدين في الهند. أما جائزة الإنجاز المتميز فعادت إلى الدكتور الإيطالي جيراردو كولومبو الذي عزز ثقافة محاربة الفساد بأشكاله في المدارس والجامعات الإيطالية، والسيد محي الدين طوق من الأردن والذي كان له تاريخا طويلا في توعية المجتمع الأردني عن أهمية القضاء على الفساد بأشكاله. وفازت أندونيسيا بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد من خلال حركة أنا امرأة ضد الفساد، وهي منصة إيجابية تعمل على معالجة الفساد انطلاقا من الأسرة. الهدف 16 في الألفية يتكلم عن تحقيق التنمية المستدامة من خلال محاربة الفساد. سمو الأمير لما عرضت عليه الفكرة رحب بها ودعم الأمين العام بان كي مون في تحقيق هذه الأهداف، ووجه سموه بأن يكون هناك جائزة عالمية على مستوى عالمي توجه للمنظمات المجتمع المدني والأشخاص الذين يعملون على قضايا محاربة الفساد. محاربة الفساد باختصار هو الذي أوصل قطر إلى ما وصلت إليه في الاقتصاد. لو كان في قطر فساد لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في قضايا الاقتصاد. اقتصاد قطر هو الأقوى. في دول ترى قطر في قضية الغنى ترتيبها 65 على مستوى العالم. قطر مش الأغنى في العالم، لكن قطر أشبه ما تكون وقريبة من سنغافورة في أنها حاربت الفساد فعملت توفير في الاقتصاد فقفز اقتصاد قطر. هذا كل السر ترى.
جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد كرمت المساهمات الاستثنائية التي تعمل في دولها على إرساء العدالة، آملين أن لا يبقى مكانا للفساد في القرن 21 وتطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في العالم. لكاميرا صباح النور، التلفزيون العربي، وهيبة بوحلايس من جنيف. شكرا وهيبة. يعني شو حلو نسمع بأنه دولة عربية عم تدحض كل الاتهامات بأنه نحن من مشجعي الفساد. لا بل هي تكرم دول عالمية لمكافحة الفساد. صحيح، وأنا كتير يعني لاحظت من خلال التقرير أنه كان في مبادرات كتير كبيرة من الشباب، من فئة الشباب من دول العالم لمكافحة الفساد. المبادرات موجودة بس بدك أنه مين كمان يتبناها ومين أنه يستغلها. ما حدا تبنينا أنا وأمين للأسف حتى الساعة. إذا عم تحكي عن الشباب أكبر بالعمر غير شيء. أنا ناطر تعطيني مبادرة لمكافحة الفساد. زي الفكرة. هذا فساد بحد ذاته يمكن اللي عم بحكي. الفكرة أيضا في التقرير هو صراحة أحلو كما قال توني أنه نعطيه جوائز لنحسوا الناس أنه هذوما قاعدين يسعوا إلى محاربة الفساد، لأنه صراحة الفساد قضى على معظم دولنا العربية بشكل صحيح. كبير، ولازم أنه نحارب الفساد على الأقل لأنه الجيل الجديد يلقى حاجة نعم. تكون أحسن وتكون ظروفه أحسن ويحاول أنه يبني عليها. فلكن لازم أول حاجة هي القضاء على الفساد، وتحية لهالمبادرة. يعني كأنه سلاح سلاحين نعم. بهالمؤتمر اللي تبنته قطر، يعني هي والفن بحد ذاته سلاح نعم. ضد الفساد، والفن بهالمؤتمر حامل لواء مكافحة الفساد نعم. يعني صحيح. السلاح السلمي هنا صحيح. سلاحان. والجميل أيضا هنا هو الأمل اللي موجود، يعني رغم أنه مثل ما قال أمين دولنا العربية للأسف فيها يعني الكثير من الفساد، معظم الدول العربية وليس الكل، ولكن يعني هاي المبادرات اللي فيها أمل لأنه بدهم يعني يعملوا هيك مثل جيل جديد ويكون في بلدان هيك بتنعم نعم. بالعدالة الاجتماعية للكل نعم.